الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله، وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. حلوة يا وحدة يا جمع شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا، يا نغم ساري بين المحيطين، بين مراكش والبحرين واليمن ودمشق وجدة، نفس الغنوة الأجمل وحدة. ده الكلام اللي لحنه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وده الكلام اللي احنا عيشنا عليه عمر بنغنيه وبنردده، وده الكلام اللي هيفضل عايش لعمر يمكن لإلى ما شاء الله. لأنه في الحقيقة احنا من موريتانيا للخليج وحدة مش يعني ما توفرتش لأي نظام وحدوي آخر. تعالوا نتفرج على عدة عوامل بتخلينا نقول ان احنا على حق، وان القومية العربية قومية حقيقية موجودة، ما هيش وهم. تعالوا نتكلم على عوامل زي الجغرافيا. احنا مجموعة شعوب متجاورين، ما بيفصلش بين بلد وبلد عائق زي مجرى مائي كبير، زي محيط، زي لا، كلنا متصلين ببعض. ادي عامل. اضافه للعامل الجغرافي ده، في العامل المناخي اللي هو برضو من ضمن الجغرافي. العامل المناخي ده احنا مجموعه مناخات متعدده، ودي معناها ثراء في البيئه بتاعت النباتات. تعال نتفرج على الدين، اللغه، الامال والالام الواحده. احنا من 14 قرن يا جماعه، احنا وحدة عظيمة فعلا من 14 قرن. ده مش ادعاء. صحيح ان الاتجاه ده بدأ سنة 1915 على يد واحد اسمه الشريف حسين بن علي، كان امير مكة، والراجل ده قام بثورة عربية كبيرة جدا، وشاف ان احنا اللي انا بقوله ده، شاف ان احنا مجموعة دول متجاورة، وان احنا بيننا وبين بعض وحدة غصب عننا او بارادتنا، هي موجودة بس لازم نشوفها. الراجل ده عمل حاجة اسمها الثورة العربية الكبرى، وعمل لها علم كبير قوي. العالم ده كان فيه ثلاث ألوان، أسود وأخضر وأبيض. العالم العظيم ده كان له رموز ودلالات. الأسود رمز للدولة العباسية، والأخضر رمز للدولة الفاطمية، والأبيض رمز للدولة الأموية، وبين كل دول مثلث أحمر كده، المثلث ده رمز للثورة العربية. الشريف حسين بن علي ما ابتدعش بدعة جديدة ولا حاجة، ده شاف ان تركيا وقعت، وان احنا بنتكلم لغة واحدة، وان بيننا حلم واحد، وان احنا جغرافيا حاجة واحدة من موريتانيا للمحيط، زي ما بتقول صباح كده. على كل حال الراجل ده لما بدأ الفكرة دي سنة 1915، ماتت الفكرة وانتهت الى ان جاء واحد اسمه أنتوني إيدن، بريطاني، شاف ان الشعوب العربية كلها بتتوحد ولازم تتوحد، وصرح وقال ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف لكل ما يجمع العرب تحت راية واحدة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. ده معناه ان احنا ضغطنا على بريطانيا قوي اللي كانت عظمى وقتها، واجبرناها انها تعترف وتنظر بعين العطف لأملنا وطموحاتنا كشعوب عربية في ان احنا نتوحد. بس بعد كده، ده الكلام ده كان سنة 43، انما سنة 45 كانت النهضة الكبرى بقى، أنشئت جامعة الدول العربية. الجامعة دي كانت بداية خطوة عظيمة جدا للوحدة العربية.
عايزين نتكلم على الجامعة العربية اللي بيسموها بيت العرب، اللي هي أجمل حاجة تمخرت عنها فكرة الوحدة العربية. لما تكونت الجامعة، انشأت الجامعة العربية سنة 45 ورأسها عبد الرحمن عزام، بدأ العرب يجتمعوا تحت ميثاق واحد وراية واحدة، وبدأت الشعوب العربية تشوف أن حتى على المستوى السياسي إحنا دولة واحدة. يا جماعة سيبكم من الأسلاك الشائكة اللي بين الدولة وأخرى، بين ليبيا ومصر، بين سوريا والأردن، لا، إحنا المواطن العربي كان بينزل من الشام لإسكندرية ويعمل اللي هو عايزه ويكسب ويربح ويعمل مشروعات عظيمة، لأنه كان بيحس إن أنا إنه عربي زيه. المواطن المصري كان ممكن يروح لحد الجزائر والمغرب وبيحس إنه في نفس البلد، لأنه أنا بتكلم عربي زيه. آه صح، في لهجة محلية، لكن في لغة بتجمعنا، بنفهم بعض على الأقل. إحنا سنة 58 عبد الناصر قرر مع مجموعة ثوار عظماء جدا في سوريا إنه يعمل حاجة اسمها اتحاد أو الجمهورية العربية المتحدة، اللي هو كان اتحاد بين مصر وسوريا. الحقيقة عبد الناصر كان نفسه الوحدة دي تستنى 5 سنين، إنما أجبرته الظروف وقتها، وهو كان وطني قوي وعروبي جدا، إنه يعمل الوحدة دي، وعملوا لها عالم جميل جدا. العالم ده أنا شخصيا وقفت تحته وقلت وأنا في ابتدائي: تحيا الجمهورية العربية المتحدة. الوحدة دي كانت وحدة اقتصادية وعسكرية، وكنا بنحس إن السوريين دول إخواتنا، ولازلنا الحقيقة، لازلت بحس إن أنا عندي انتماء لأي سوري أو أي ليبي أو أي عربي بيتكلم عربي. أنا شكله، أنا شبهه، أنا ما بدعيش ده، يعني آه صح في أغلبية مسلمة، بس حتى مسيحيين العرب مع الوحدة العربية. إحنا كنا ببساطة جديدة جدا، ولازلنا بنحس إنه حتى اللي بينكر، زي ما هيقول الأستاذ حمدين صباحي في تقرير دلوقتي، إنه عربي راجل مسطور. أنا عاجبني المصطلح ده قوي. هتروح فين من لون شعرك وشكل عينيك ولغتك؟ هتغير اللغة وتغير البطاقة، بس عمرك ما هتعرف تغير أصلك وجدودك. إحنا وحدة وأمة عربية واحدة من المحيط للخليج. حتى على المستويات الصغيرة قوي اتكونت بعد كده حاجة اسمها اتحاد الجمهوريات العربية، وده كان له عالم برضو تاني كده، وده كان بين سوريا والأردن والعراق. السعودية نفسها، مجموعة إمارات اتحدت تحت حاجة اسمها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، هما مجموعة إمارات. كل دول أشكال وحدوية كانت يعني نبعة من فكرة إن إحنا بنتكلم لغة واحدة، إن إحنا دين واحد، إن إحنا قومية واحدة، إن إحنا أملنا مشتركة وطموحاتنا مشتركة، إن إحنا نقدر نعمل جيش عربي واحد، اقتصاد عربي واحد، نقدر نواجه بيه كل التكتلات التانية. أنا بس اللي عايز أقوله إن بعد كده إحنا خدنا الفكرة دي وقلنا، عبد الناصر قال لي: لأ، ما نبقاش وحدة واحدة. طب ما أمريكا نفسها كانت بدأت 13 مستعمرة بدأوا حرب ضروس، يعني حرب قوية مع التاج البريطاني، إلى أن شكلوا حاجة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي بقت أعظم دولة دلوقتي. دي من 13 مستعمرة بينهم سمات غير مشتركة في كل حاجة. دول مجموعة من الدول اللي هم، أو مجموعة من الناس اللي جايين من دول مختلفة، فأصبحوا تحت في القارة دي أو في الشبه القارة دي في دول أو ولايات مختلفة، أصبحوا دولة واحدة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية بتحكم العالم كله. ليه لأ؟ ليه ما نبقاش إحنا مجموعة الدول العربية كلها دولة عربية واحدة؟ بلاش دولة عربية واحدة، أمم عربية مشتركة تحت راية واحدة وجيش واحد واقتصاد واحد. غصب عننا وهنفضل أمة عربية واحدة. مين فينا ما لو أنت ماشي في دولة أجنبية ومش عارف لغتها، لو أسباني أو فرنسا أو متعرفش اللغة بتاعت الدولة دي، وفجأة لمحت واحد عربي معدي، ما بتجريش عليه كده وتحس انك انت كنت غريق وحد انتشلك؟ مين فينا ما بيحسش بجد باحترام لتاريخ الجزائر او تاريخ النضال الجزائري او لتاريخ النضال السوري؟ مين فينا ما بيحبش الحرم؟ ما هو ده في السعودية في دولة تانية. مين فينا ما بيحسش انه بيقف احترام كده للدولة العباسية والدولة الأموية؟ مين فينا جسمه ما بيشيلش كده ويقشعر وبيسمع أغنية وطني حبيبي الوطن الأكبر، حتى لو ضد،
حتى لو مش عايز بس غصب عنه بيحس انه في حاجة بتمسه في الاغنية دي، لانها كانت اغنية صادقة جدا بتتكلم على امال واحلام مش بس مجموعة زعماء زي عبد الناصر وشكر القواتلي او غيره، انما بتتكلم على امال شعب. انا ابويا كان مصدق ان احنا امة عربية واحدة، عشان كده انا مصدق ان احنا امة عربية واحدة. كل الناس في عصر كانوا مصدقين في الوقت ده، يعني كانوا مصدقين ولا زالوا ان احنا امة عربية واحدة، عشان اللغة، عشان الجغرافيا، عشان الدين، عشان التاريخ، وعشان في المستقبل الامال العربية والالام المشتركة اللي مرنا بيها سوا. خلينا نشوف المناضل الكبير حمدين صباحي ومجموعة من الناس بسيطة جدا بيتكلموا على إيمانهم بأنه لا مفر مننا أمة عربية واحدة. العلاقة العدوية الحقيقية اللي تعبر عن هوية مصر أنها عربية، عربية باللسان، بالثقافة، بالوعي، بالتاريخ. هذه الهوية العربية تبلورت عبر 14 قرن. في ناس بيلوموا علينا كمصريين مؤمنين بعروبة مصر ان احنا والله ضحينا من اجل فلسطين وقدمنا شهداء وخسرنا على المستوى الاقتصادي وسندنا الجزائر في ثورتها واليمن وجنوب اليمن، كل ثورة عربية احنا سندناها، وكل حتى ثورة إفريقية احنا سندناها. بس اللي عاوز اوضحه هنا ان دي تكاليف الدور، والدور زي ما بتدفع تكاليفه زي ما بتيجي عوائده. احنا في بينا وبين بعض حاجات اكبر بكتير قوي من الكرة، والكرة دي ترتيبها يرجع فيما بعد، فما فيش ابدا اخ خسر اخ تاني بسبب مباراة كرة. مصر دايما واقفة مع العرب، عمرها ما تخلت عن العرب حتى من ايام الاحتلال الانجليزي. كيف ارتفع سعر البترول في 73 في موقف عربي موحد لمناصرة مصر وسوريا أثناء حربهم العظيمة في 73؟ هنعرف أن البترول لما اتخذ قرار بمنعه ثم ارتفعت أسعاره كان تأييدا لمصر في حربها ضد عدونا الدائم وهو العدو الصهيوني. والله العلاقات كويسة بيننا وبينه، ومصر بتحب كل الناس وبابها مفتوح لكل الناس. انشئت جامعة الدول العربية في سنة 45، وبدأت أيضا من مصر، كانت لها دور مبادر. بيت العرب هذا فتح في مصر وتأسس فيها، اتضحت هوية أو هوية مصر العربية أكثر في ظل قيادة الزعيم جمال عبد الناصر، لأن جمال عبد الناصر تمكن بما كان لديه من طاقة وكاريزما في أن يوحد حوالي هذه الأمة من المحيط للخليج. الشعب المصري يتمنى دائما أن جميع العرب في أي دولة عربية كلهم إخوات مع بعضهم، ما فيش أي مشكلة تأثر على الإخوة ديك. نص بيوت مصر اللي اتبنت، لو أنت خدت أي قطر ولا وسيلة مواصلات وشفت البيوت اللي مبنية في مصر كلها مبنية من أموال كسبها المصريين من عرقهم الشريف في الوطن العربي. مش بيربطنا بس الدين ان احنا مسلمين وبس، لا ده احنا بيربطنا تاريخ وبيربطنا بين بعض دم. هم شاركوا معانا في حروب واحنا شاركنا معهم في حروب، وهم وقفوا جنبينا واحنا وقفنا جنبيهم. القومية العربية موجودة في كل وقت، لكن الوحدة العربية مش موجودة. احنا ما انتصرنا مثلا في 73، كان احد اسباب انتصارنا ان باب المندب اغلق، وباب المندب مصر مش موجودة فيه اليمن، واليمن ما كانتش ممكن تغلق باب المندب إلا لأنها أيضا مؤمنة بعربتها وأنها بترد لمصر أنها ساعدت الإمام في ثورتها ضد حكم الإمام. ما نقدرش نعزل نفسنا عن جيراننا وعن إخواتنا، سواء في الدم أو في اللغة أو في العقيدة. المفروض المصريين يقفوا جنبهم وتبقى واحدة عربية متحدة، مصريين إيد واحدة ويقفوا جنبهم في أي محنة. اللي يقول أنه مش عربي يبقى رجل مسطول مش واعي، لان مفيش حد بيختار هويته. انا ما اقدرش اقول انا مش مصري حتى لو رحت خدت لي جنسيه في استراليا، انا مصري حتى لو تجنست. العربي عربي. صح اللي قاله الاستاذ حمدين صباحي، مظبوط. الراجل اللي يقول انا مش عربي راجل مسطول ومش واعي. سنه 1973 في حرب اكتوبر كان نموذج لوحدة عربية واحدة والقومية عربية واحدة. كنا التفينا حوالين بعض
وقفت جنبنا دول البترول كلها، وقفت جنبنا الجزائر وليبيا وسوريا والعراق، وقفوا جنبنا كل العرب، لان احنا قدرنا ومصيرنا ان احنا نواجه اسرائيل العدو الوحيد للوطن العربي. كان نموذج يعني يحتذى به في العالم كله لوحدة مجموعة دول على هدف واحد ورسالة واحدة. احنا كنا كده فعلا، احنا كنا في 73 كعرب كنا أمة عربية واحدة، عشان كده عرفنا ننتصر. صحيح مصر ضحت بأبنائها وأبناء كتير ما همش قليلين، إنما كمان الدول العربية الأخرى ساهمت بفلوس وبأسلحة وبإعلام وبمناصرة وبوقفة قدام العالم كله. عشان كده كان ده النموذج اللي كان نفسنا ولازلنا وهنفضل نحلم إنه يستمر، نموذج الأمة العربية الواحدة. مش معقول بعد كده هيجي ماتش كرة صغير قوي ويفرقنا شوية بلطجية أو شوية ناس متعصبين وجهلة هيفرقوا دولتين كبار زي مصر والجزائر. مش معقول، صعب، صعب جدا. تاريخ 14 قرن ممكن يضيع في ماتش كرة، ومش هيضيع، لأنه إذا كان في بلطجية موجودين بيحاولوا يخربوا الوحدة دي، ففي ناس عاقلة جدا مؤمنة زي حمدين صباحي وغيره كتير، ناس عاقلة جدا عارفة ومؤمنة بأن احنا مصيرنا واحد. أنا بحترم في الجزائر تاريخها كله، أنا بحترم أحمد بن بيلا رئيس الجزائري السابق، بحترم هواري بوميديان، وبحترم الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وبحترم كمان القيادة المصرية اللي اتفقت مع القيادة الجزائرية أنهم يوقدوا الفتنة دي في محلها، لأنها كانت فتنة، ولأن كان في دول تانية أخرى مش عربية عايزة تكسب من وراء الفتنة دي. تخيلوا اللي زعلان من الوحدة العربية تخيل ما هو مصير الدول العربية من غير وحدة عربية. إذا كان حاليا قريب قوي سنة 89 مجموعة دول المغرب العربي عملت وحدة اسمها الاتحاد المغاربي وعملوا عالم لنفسه، إذا كان مجلس التعاون الخليجي عمل وحدة، إذا كانت أوروبا كلها تكتلت كلها بقت عملة واحدة وسوق واحد، إحنا نيجي في الوقت ده ونتفرق؟ مش معقول، مش معقول أبدا بعد كل نضالنا مع الوحدة دي يفرقنا ماتش كورة أو مجموعة متعصبين. الحياة التانية المهمة قوي إن يوما ما هيظهر الجيش العربي الموحد، ويوما ما هتظهر العملة العربية الموحدة، ويوما ما هيظهر السوق العربية المشتركة. الحياة المهمة جدا إنه ليه الشخص الأوروبي الفرنسي قابل إنه يبقى فرنسي ومسيحي وأوروبي في وقت واحد، ليه أنا مش قابل إن أكون مصري مسلم وعربي في وقت واحد، أو مصري ومسيحي وعربي في وقت واحد؟ ليه لأ؟ ليه ما عندناش الفكرة دي؟ ليه ما عندناش إن احنا نؤمن بإن أنا داخل مصر وديانتي كذا مسيحي أو مسلم، إنما في إطار عالم كبير اسمه الراية العربية؟ أنا متأكد إنه القيادات العربية زي الملك عبد الله ملك السعودية، وزي الرئيس مبارك، وزي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزي رؤساء كتير في الوطن العربي، تحس إن عندهم اتجاه قوي جدا للعروبة، وعندهم حماس لده، وعندهم حكمة في التعامل مع الأمور. أنا متأكد إن بفضل زعماء زي دول هنصل لفكرة القومية العربية أو الوحدة العربية. صحيح في مشاكل، صحيح إن إحنا مرينا بمشاكل كتيرة قوي، ومرينا بفترات مش كويسة على الوحدة العربية، لكن أي شخص في الدنيا عاقل هيفضل يحلم، عربي وعاقل أي كان، تونسي جزائري مغربي، هيفضل يحلم بأن في حلم واحد اسمه حلم الوحدة العربية. أنا متأكد إن إحنا هنظل في الإطار ده. عشان كده إحنا نزلنا مع فريق الإعداد والمخرج والناس العظماء دول، عملنا تقرير مع راجل مصري اللي عايش في الجزائر بيكلمنا بلهجة جزائرية عن حبه للجزائر، ولو روحنا عملنا تقرير عن واحد مصري عاش في العراق هنلاقيه بيتكلم على حبه للعراق، وهكذا في تونس وسوريا. والمصريين أو السعوديين والأردنيين والعراقيين والتوانسة اللي عايشين هنا لو كلمنا معهم يكلمونا عن حبهم لمصر. كلنا غصب عننا أردنا أو لم نرد تحت شعار واحد أمة عربية واحدة. خلينا نشوف الراجل الجزائري أو المصري اللي عايش في الجزائر بيكلم إزاي عن حبه للجزائر. أنا مصري عشت في الجزائر سنة تقريبا 2004، بس اهتمامي بالجزائر بدأ من فترة طويلة من أواخر التسعينات لحد دلوقتي. يعني عشت فترة، الفترة اللي عشتها في الجزائر حسيت يعني
باني مش يعني حسيت اني في بلدي فعلا، ما حسيتش باي غربه، وده الشيء طبيعي في الدول اللي بتكون ليها نفس السياق الثقافي والاقليم المشترك. تعامل الجزائريين مع الشعب المصري بشكل عام ومعايا خصوصا كان اكثر من رائع، ويعني في احترام كبير من كل الشعب الجزائري تقريبا لمصر بشكل عام. وكفاني اقول لكم انه حلم اي شاب جزائري او فتاه جزائريه هو انه يزور مصر او انها تزور مصر. انا زرت اكثر من دوله عربيه، زرت الاردن واليمن تونس وليبيا والجزائر طبعا. حسيت انه كل الدول العربيه في احترام كبير لمصر والشعب المصري والدور القومي المصري، بس حسيت أكثر إنه الإقليم المغرب العربي هو أكثر إقليم يعني عنده احترام كبير لمصر، وده على عكس الانطباع السائد في مصر إنه وخصوصاً الجزائر، لأنه الجزائر ومصر بيجمعهم نضال مشترك يعني أيام الحرب ضد حرب التحرير الجزائرية، كمان الجزائريين شاركوا وده كتير ما يعرفوا ما يعني بعيد عن علم كتير من المصريين. كتير شخصيات مصرية تعتبر في نظرهم شخصيات بطولية زي رئيس عبد الناصر مثلا، بيعتبروه يعني بطل قومي للجزائر. الدول ذات التاريخ والإطار الثقافي المشترك الطبيعي أن يكون العلاقات بينها طبيعية وإيجابية، وطبيعي أنه تبقى أنه الشعوب في الدول دي تدور على اللي يجمعها مش يفرق. في كتير من الأسر المصرية والجزائرية أسر مشتركة أو ميلانج كما يقولوا بالجزائرية أو مختلطة، من الطبيعي أن يكون في علاقات قوية بين الشعبين. يعني لو أنا خسرت صديق جزائري بسبب مباراة، هل ممكن واحد بينتمي لأسرة مصرية جزائرية يخسر والدته مثلا الجزائرية أو العكس؟ نأكد أنه العلاقات القوية بين أي شعبين هي واقع، أما اللي بيحصل في أي مباراة هو حالة، ودائما هو الواقع هو اللي بيستمر مهما تكررت الحالات يعني بسلبيتها. شوف الشائع منزل وحوش، اي حد يشوفه قدامه مصري عايزين يموتوه. انا مش فاهم ليه مين اللي اختار البلد دي عشان نلعب فيها الماتش. عايز اعرف فين بقى الاخوه والعروبه والكلام ده فين؟ احنا لو اسرائيليين مش هيحرقوا عالمنا. يعني عايز اعرف الشعب الجزائري ليه بيعمل كده؟ الناس دي جايبه بزنج وخناجر يعني داخلين حرب معانا. الجزائر اختار السودان بناء على ايه؟ دراسه امنيه ازاي؟ فين الحمايه اللي متامنه لنا؟ فين السفير؟ السفير فين واحنا بنموت؟ فين السفير واحنا بنموت؟ البلد السودان، أم درمان في السودان. الماتش ما بين الجزائر ومصر، في سؤال سأل واحد في التقرير دلوقتي قال مين اللي اختار، على أي أساس اختاروا البلد دي؟ لو أنت من كوكب تاني تحس إن هم اختاروا إسرائيل يتلعب فيها الماتش، أو يا إما اختاروا إسرائيل وبيلعبوا مع إسرائيل وضد إسرائيل والحكم إسرائيلي. في بنوتة أو بنت سألت قالت فين الوحدة العربية؟ دي فضيحة. في حد سأل قال فين الحماية؟ حماية من ايه؟ ده انت في دولة عربية، ده انا بلاعب دولة عربية على ارض عربية في دولة عربية، فين الوحدة العربية؟ ده الراجل بيطلعوا المطاوي كانوا فين الاشاوس دول في حروبنا في 48 و67 و73 وحرب السويس؟ كانوا فين دول؟ كان فين البلطجية اللي بعتتهم الحكومة الجزائرية عشان يحاربوا المصريين الكفرة الفجرة؟ كانوا فين دول؟ كانوا فين دول في أزمتنا أي أزمة لينا؟ كانوا فين دول في غزة؟
كانوا فين دول في حرب حزب الله مع إسرائيل؟ فين الناس اللي طالعه بسنج ومطاوي عشان تحارب بنت لطيفة جاية تشجع أو واحد جاي يشجع أو واحد رفع علم بلده؟ يعني كانوا فين الناس دي؟ وعلى أي أساس هم خدوا الحكاية كده إنها حرب؟ أقول لك أنا على أي أساس؟ على أساس إن إحنا مش أمة عربية واحدة، على أساس إن هم الجزائر وإحنا مصر، وعلى أساس إن الأرض دي أرض السودان. إحنا لازم نتعامل كده بقى، لازم نتعامل على إن في حاجة اسمها الجزائر، السودان، مصر، قطر. يا ساتر، قطر ده أنا لسه ما كانش على قطر، ده خراج طالع في المحيط عامل حاجة. ده أنا لسه ما كلمتش على دول اصطادت في الماتش ده في الماء العكرة، يعني دول طلعت بأجهزة إعلام تناصر الجزائر ضد مصر، مش لأنها تكسب حاجة، لأنها بتكره مصر. يعني لمجرد إن أنا بكره حاجة اسمها العنصر المصري، فسخر كل إمكانيات الفضائية عشان أكره العرب في المصري. والله والله العظيم أنا كنت قاعد قدام التلفزيون بسمع برنامج اسمه بعد 90 أو حاجة كده على قناة الجزيرة الرياضية، طلع واحد على التليفون سوري، مهوش قطري مهوش جزائري، على رأي المثل البلدي اللي كان بيقوله لأبويا، لا لولا في الطور ولا في الطحين. وكنا غلبنا الجزائر خلاص 4-0، الحمد لله 4-0، يعني كانت طريحة تقيلة شوية بس كانت تستحق. يعني 4-0، الراجل السوري طلع في التليفون يقول ايه؟ يقول انا اسمه كنعان، انا فاكر اسمه بالظبط انه اتكتب على الشاشة، يقول انا هشجع الجزائر في كاس العالم. حقه تمام، بيقول لك الجزائر ده احسن فريق عربي، حقه، هو حر. يقول ان شاء الله هشجع غانا قدام مصر لان انا مش عايز مصر تكسب. حد يقول لي السوري ده ايه مصلحته ان مصر ما تكسبش؟ ده انا لو طلعت على قناة مصرية قلت انا عايز الجزائر تتغلب في كاس العالم هتحاكم بتهمة الهرطقة والالحاد، مع ان ده انا حر. انما ده الراجل طالع على الجزيرة وكان في كومبارس كده جايبينهم في قناة الجزيرة، معرفش مين دول، مسمين كل واحد فيهم فنان، والراجل طلع قال على الملأ قدامهم على الهوى، قال انا اتمنى ان غانا تكسب مصر في النهائي. سوري سوري، ولا واحد من اللي قاعدين في الاستوديو قال له وحدة عربية ولا أمة عربية. يظهر الوحدة العربية دي كارت بيطلع لنا احنا بس لما نكون هم عايزين مننا حاجة، عايزين مننا شهداء، عايزين مننا ضحايا. لكن لما تيجي بقى للجد او تيجي في مشكلة حقيقية، لا، يبقى في حاجة اسمها تتحرق مصر ويتحرق شعب مصر. ده ماتش الجزائر اللي احنا شفنا التقرير بتاعه ده، اللي البنت قالت فين الوحدة العربية، كشف عن وهم اسمه الوحدة العربية، وهم حقيقي بصراحة، واللي يعيش الوهم ده يبقى كذاب او بيكذب على نفسه. انا استحالة اصدق ان في حاجة اسمها لا قومية عربية ولا وحدة عربية بعد ماتش الجزائر. اصل بصوا ماتش الجزائر ده، صح الجزائر مثلا عندها مشكلة معانا، اوكي انا افهمها، الجزائر بتكرهنا انا افهمها. ايه بقى دخل الجزيرة وقطر؟ ايه دخل قطر تحديدا؟ ما دخل قطر دي يعني، دي قطر دولة الحقيقة يعني بيفكرني برجل قصير عايز يطول، يعني عايزة تعمل نفسها اي دور، فراحت جت في ماتش الجزائر ده وعمل الدور. انا رأيي ان هم يخليهم في ماتشاتهم، هم يخليهم في لعبتهم العظام. ده انا رأيي ان اسيا كلها ما فيهاش كورة، مش قطر بس، يعني اسيا، ورغم ذلك قطر ما بتاخدش اي دورة فيها، ما فيهاش كورة وبتاخدش دورة، جاية في ماتش للجزائر ومصر وتتكلم عن ان احنا شعب، احنا مصريين شعب طلعنا ضربنا وبنضرب وبلطجية وبنكسب بالبلطجة لا، والمعلقين بتوع الجزيرة الحقيقة محايدين جدا جدا، حاجة يعني بيكرهوا مصر تفوز، بيكره لما يشوف جده جايب جون حلو فيتضايق قوي. على كل حال خلوني اتفق مع الدكتور وسيم السيسي اللي طلع كلمنا على انه مفيش حاجة اسمها وحدة عربية، مفيش، لانه هو من رأيه ان الوحدة الهوية مش هوية لغة، هوية أرض. بمناسبة هوية اللغة بقى، ثواني بقى، أنا دايما أشوف اللعيبة العرب كلهم، إذا كنا بنتكلم على العرب، يطلع بعد الماتش عرقان بينهج، يقول له كلمني على الماتش، يقول له بسم الله الرحمن الرحيم إحنا حاولنا كده، عربي. إنما أنا ما شفتش بقى واحد اسمه عربي، اسمه عربي مش هقول اسمه، يعني أي اسم بقى عشان ما حدش يقول لنا بنقول أسماء، ويطلع كلام فرنساوي،
يطلع كده بيتكلم بيلعب في الجزائر ولابس تيشرت جزائر وعليه علم الجزائر وطالع في قناة عربية بيتكلم في فرنساوي، مسكين لأنه ما عندوش لغة عربي. يعني الراجل مسكين عنده متاعب في جهاز النطق الخاص بالعربي، فبيشغل جهاز النطق الخاص بالفرنساوي، وده بيسمي نفسه عربي. وده بيطلعوا له شعوب عربية في الخليج زي قطر تدافع عنه لأنه بيكلم فرنساوي، لأن الراجل الوضع الفرنساوي بالنسبة له أفضل من الوضع العربي. خلينا نشوف دكتور وسيم السيسي بيكلم على أكذوبة اسمها الوحدة العربية. دي خديعة كبرى، كذبة كبيرة. إذا كانت الهوية هي باللغة وإن نقول مصر عربية لأنها تتحدث العربية، فيبقى على هذا القياس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث الإنجليزية مفروض تسمي نفسها الولايات المتحدة الإنجليزية، مع أن اللي فتحينها إنجليز وتدين بديانة الإنجليز وتتكلم بإنجليزي، وبالرغم من هذا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أرض أمريكية، لأن الهوية بالأرض. الدول العربية ما كانتش واقفة جنب مصر غير لما كانت تستحق انها تقف جنبها، لما هي كانت واقفة جنب نفسها، لكن هي يمكن دلوقتي مش واقفة جنب نفسها، هي محتاجة انها تطور من نفسها في كل حاجة، في الصناعة والتعليم والتجارة والأدب والشعر، كل حاجة محتاجة طفرة. فلما مصر تبدأ تعمل الطفرة دي الناس هتتهافت عشان تقف جنبها. القومية العربية أساءت إلى مصر، ولن تفيق مصر وتعود إليها وجهها الحضاري إلا حين تتحرر من هذه الأكذوبة اللي اسمها القومية العربية. احنا متحملين كل حاجة ومفيش حد بيقف جنب مننا. حتة بقى ان احنا نبص لنفسنا ديت وبتاع، يعني احنا كنا بنقف جنب الناس وبنقف جنب الدول، لكن للأسف ما بنلاقيش مقابل. كان عندي مريض فلسطيني بعمل له عملية، فبقول له رئيس السادات وفر لكم فرصة كويسة قوي ايام وعد السلام، فكنت خده جزء وبعد كده نكمل الباقي. واحد ما يبقى عنده بيت اربع اوض ونيجي نديله اوضة واثنين ويكمل بعدين. لقيته بغضب شديد يقول لي انت بتتكلم زي الرئيس السادات، وعلى كل نحب اقول لك حاجه، عدونا نمره واحد مصر وعدونا نمره اثنين اسرائيل، ودي معروف، ومش هم بس الفلسطينيين والكويت والسعوديين واي جماعه من دول، لان بكل اسف اصبحنا متسولين عليهم. انما احنا لو كنا بقوتنا مين يقول ان جامعات السعوديه تطلع احسن من جامعات المصريه؟ مين يقول إن جامعات مصر تبقى نمرة 28 في الجامعات بتاعة أفريقيا؟ الناس في الدول العربية مش حابة إن مصر يكون ليها دور، لأنها دايما بتدي ودايما تكون متقدمة، لأن عندها ناس كتير وعندها شخصيات وعندها مراكز مرموقة في العالم كله. فالناس العرب مش حابين ده. حرب اليمن خسرنا فيها كتير، القضية الفلسطينية أكبر مدافع للقضية الفلسطينية، والنتيجة الآن نهاجم. إحنا لازم بقى نلتفت لنفسنا. الإصلاح الداخلي أولا وأخيرا. مصر ضاعت لأنها سنة 48 ضيعت نفسها على العرب، وحتى سنة 56 قال إيه أجيب السلاح، كسرت مواثيق دولية ولاخر، مع أن كانت قناة السويس هتعود إلينا بعد 9 سنين. الفترة الحالية أن حسينا أن احنا ادينا كتير بس ما خدناش حاجة. النهاردة احنا بندفع التمن أن احنا بنتعامل بأسلوب قذر ووقاحة عربية. فكفاية بقى، وياريت حد مقدر هذا الجميل. ده هم يجوا يرتاعوا في بلادنا هنا هو ويشتروا أراضي ويشتروا بيوت، وغير مسموح لمصري يشتري متر في الأرض ولا شقة ولا أي حاجة. يجي يبقى ملك والكل يبجله، وأنا أدخل من باب الأجانب. ومصر لن يعود إليها وجهها الحضاري إلا إذا عادت إلى هويتها المصرية. مصر هي الرأس، عشان كده قالوا إذا تعثرت مصر انكفأ العرب جميعا على وجوههم. ودي أختم بها كلامي نابليون بونابرت، قال إذا التفتت مصر للإصلاح الداخلي قل لي من يحكم مصر أقول لك من يحكم العالم. كلام تقيل قوي وكلام يوجع، بس كلام حقيقي، كلام وسيم السيسي. الراجل ده أعتقدش أنه في الكورة الحقيقة، ما أعتقدش أن الدكتور وسيم مهتم قوي بماتش مصر والجزائر، بس هو بيتكلم بناء على ثقافته وعلى خبرته وعلى قراءاته الطويلة وعلى فضايح الوطن العربي مع بعضه. خلوني احكي لكم على فضيحه حصلت سنه 67. سنه 67 حصلت الحرب اللي بيسموها الاسرائيليين حرب يوم حرب اللي هم بيسموها انتصار ليهم يعني، واحنا بالنسبه لنا نكسه، وانا مش عايز افتكرها كتير، بس انا افتكرتها لان حصلت اثناء الحرب دي مهزله قامت بيها الدول العربيه كلها مع بعض. تخيلوا الجيش المصري موجود في سيناء بيتضرب، مطاراتنا بتدك بالقنابل والطيارات،
عبد الحكيم عامر مع عبد الناصر بيتفقوا على خطة انسحاب، ينسحبوا ازاي عشان يحافظوا على اولادنا وجيوشنا. سينا بتتاخد منا، الضفة الغربية لنهر الاردن بتتاخد، سوريا بتتضرب، ويعمل الدول العربية حاجة اسمها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم. ده اثناء الحرب، ودي وثائق موجودة، انا ما بدعهاش، انا ما بألفهاش، ولما قريتها واطلعت عليها جاني ذهول. قعدت الدول العربية مع بعض اثناء الحرب، حرب 67، في قمة الخرطوم، يتفقوا مع بعض كده ازاي نقف مع مصر. فبعض الدول الغلبانة زي مصر كده اللي هي بتضرب، قالت لهم يا جماعة استخدموا سلاح البترول نضغط بيه على العالم. صحيح البترول ما كانش مهم قوي وقتها، انما قال لهم استخدموا البترول. قامت هوجة من دول الخليج وقالت لا، ملناش دعوة، لان احنا لو استخدمنا سلاح البترول هيأثر على مصالحنا مع الدول الغربية وهتدخلونا في نزاعات معاهم، وهي الفكرة ان الحرب بين مصر واسرائيل، مضغور مصر واسرائيل في بعض. من هنا ظهر مصطلح اسمه، مصطلحات جديدة بقى ظهرت، مصطلح اسمه دول اليسر، اللي هي الدول مع فلوس، او اقطار اليسر واقطار العسر، احنا بقى والسودان والجو الحلو اللي يعجبك ده موريتانيا، واقطار الفائض، الدول اللي كمان بقى مش بترول بقى، ده زاد عليها قوي، واقطار العجز، عجز يعني عندهم سكان كتير وما عندهمش فلوس. ظهر المصطلح ده وحدد هويات الدول العربية، اقطار اليسر واقطار العسر واقطار الفائض واقطار العجز. حطنا احنا بقى، هما حطونا بقى في اقطار العسر او اقطار العجز، لانه ما عندناش حاجة تانية، يعني ما عندناش لبترول، او عندنا بس مش زيهم. تخيلوا في 67 تظهر فضيحة الوطن العربي كله، وتنهار حاجة اسمها القومية العربية، لانه مجموعة ناس بجلاليب قرروا فجأة كده انهم يسيبونا احنا وولادنا نتحرق في الصحراء ونتضرب في حرب ايا كانت اسبابها. بس يا جماعة حد يقول لنا فين وحدة اللغة؟ مفيش. طب وحدة الدين؟ مش موجودة. طب وحدة الجغرافيا؟ الله يرحمها. طب وحدة الآلام والآمال المشتركة؟ يعود عليك الأيام بخير يعني. طب يا جماعة حد يقول لنا احنا ليه ملطوطين اللطة البايخة دي؟ ما حدش بيرد. فجأة الخليج عزل، فجأة الجماعة الخليجة طلعوا على انجلترا وامريكا وقعدوا يرتعوا في الأمار، واحنا الشهيد عياد جرجس اللي من بلدياتي اللي كان بيته جنب بيتي واللي صورته متعلقة انه استشهد، ما حدش بيسأل فيه. فجأة اولادنا بيتجروا في الصحراء ويتقتلوا ويدفنوا في مقابر جماعية، وانت الجماعة يا جماعة عزلوا اصلهم طلعوا والله يشوا على الـ على الـ على الخليج، يعني يشوا على الريد سي. مهزلة. خلينا نشوف في التقرير الجاي حالة مصري غلط وراح دولة عربية اسمها ام درمان عشان يتفرج على ماتش عربي بين الجزائر ومصر. والله هو واحد، انا شفت ناس كتير بقى، بس ده اللي عرفنا نجيبه سليم. الراجل ده هيحكي لنا شاف ايه في الجزائر، ولما حد يكلمك على الوحدة العربية يبقى اقول له قديمة. للأسف الشديد اللي عملوه الجزائريين في السودان ضد المصريين نسف حاجة اسمها وحدة عربية. مفيش حاجة اسمها وحدة عربية، في حاجة اسمها أنا مصري، في حاجة اسمها أنا جزائري، غير كده مفيش. ده كلام كله تهريج. اللي شفناه هناك يا جماعة لا، مفيش حاجة اسمها وحدة عربية إطلاقا. من أول ما وصلنا الاستاد لحد ما بدأت المباراة كانت في حالة خوف شديدة جدا لدى السودانيين من الجزائريين، لأن بدأوا هم يعملوا حركات بتخوف السودانيين. سمعنا قبل ما ننزل ننزل مطار الخرطوم إن الجزائريين بدأوا يرشوا يقدموا فلوس للسودانيين عشان يشجعوهم، وبدأوا يشتروا أسلحة، وبدأوا في فعلا قتلوا سوداني، شاب سوداني كان راكب توك توك عشان كان حاطط علم مصر، رفض إنه ينزل علم مصر. المصر ليها فضل على الجزائريين في التاريخ، لكن اللي موجودين دلوقتي تاريخهم بياخدوه من الثقافة الجديدة الأوروبية اللي هم منفتحين عليها. النهارده الجزائريين فرنسا أقرب لهم من مصر، عشان كده بقول مفيش حاجة اسمها وحدة عربية بالنسبة لهم، مفيش حاجة هناك اسمها فضل. النهارده انت بتتكلم على انك انت ساندت الثورة الجزائرية، هما بيقولوا لا احنا برضه في نفس الإطار، احنا ساندنا مصر في حرب أكتوبر، في صراع مساندة بين مصر والجزائر. احنا بنمتص الغضب كتير وبنمتص الشتايم اللي بتيجي لمصر والسباب، ونتكلم ان احنا مصر دولة كبيرة ومصر دولة الأم، بس مش معنى ان مصر هي الأم ومصر هي الدولة الكبيرة هي تاخد على دماغها على طول، لا،
بنتكلم على ان دوله ليها كرامتها، ليها كيانها، ليها استقلاليتها، ليها سيادتها. الدول كلها لازم تعترف بفضل مصر عليها، لازم تعترف باحترام وسياده مصر على دول. غير كده لا. مباراه مصر والجزائر اللي في السودان كشفت عن حاله الحقد الجماهيري. يعني كان في الاول خالص كان الغالب ان القيادات السياسيه بيتكلموا على حاله وفاق عربي والكلام ده كله، ده بيتكلم على مصالحه عربيه لكن على المستوى الشعبي كانت الدنيا مش واضحه شويه. على مدى الايام السنوات الماضيه كان في مباريات بتجمع مصر ودول شمال افريقيا ودول شمال افريقيا ودول المغرب العربي بشكل محدد، كان بيبقى فيها مناوشات كان ده كده. لكن الماتش البدايه من ماتش السودان ده ماتش مباراه فاصله في السودان، لا كشفت على ان في حاله حقد شعبي كبير جدا على مصر. لازم نبص لاولوياتنا دلوقتي. احنا حاربنا مع العرب كتير جدا، خسرنا كتير جدا، لكن يبدو ان العرب دلوقتي ما بيعترفوش بالكلام ده. يبقى يا جماعه لا، لازم نبص احنا عايزين نعمل ايه. مصر دولة على انفتاح اقتصادي وداخله على مواجهات كبيره جدا. كفايه اللي بيحصل. انت حتى دلوقتي ما فيش دول عربيه بتساندك، يعني انت بتعمل بتشارك معاهم في عمليات سلام، بتشارك معاهم في مصالحه والكلام ده كده. في الاخر بتلاقي ان الدول العربيه اللي هي مفترض ان هي تساعدك هي اول دوله او اول ناس بتضرب فيك من ورا. لا يا جماعه احنا نبص لنفسنا، ما لناش علاقه بالتانيين. هيظهر الجيش العربي الموحد، ويوما ما هتظهر العملة العربية الموحدة، ويوما ما هيظهر السوق العربية المشتركة. فين وحدة اللغة؟ مفيش. طب وحدة الدين؟ مش موجودة. طب وحدة الجغرافيا؟ الله يرحمها. بعد كل نضالنا مع الوحدة دي يفرقنا ماتش كورة أو مجموعة متعصبين. فين الوحدة العربية؟ تفضيحة. اللي يقول إنه مش عربي يبقى رجل مسطول. بنتعامل بأسلوب قذر ووقاحة عربية. يظهر الوحدة العربية دي كارت بيطلع لنا احنا بس لما نكون هم عايزين مننا حاجة. مين فينا ما بيحسش باحترام لتاريخ الجزائر؟ قطر يا ساتر. هتغير اللغة وتغير البطاقة بس عمرك ما هتعرف تغير أصلك وجدودك. القومية العربية أساءت إلى مصر، ومصر بتحب كل الناس. هيفضل يحلم بأن في حلم واحد اسمه حلم الوحدة العربية. أدينا غلبونا معاهم. هو في وحدة عربية فعلا ولا مفيش وحدة عربية من أصله؟ هو في وحدة عربية نلم نفسنا فيها كده ونحضنها، ولا مفيش وكل واحد في صندوق أبوه زي بيقولوا؟ طب لو في وحدة عربية ليه بنطلع على بعض إن دي دول عندها قواعد أمريكية، ودي تطلع على دي إن دي دولة بتطبع مع إسرائيل، ودي بتطلع على دي إن دول كلهم قرع؟ يعني ليه بنشتم في بعض رغم ان في مثل زمان قالوه؟ كان في حاجه زمان في الافراح اسمها الدست ده حله كبيره كده مجنزره عشان يطبخوا الناس كتير كانوا يجيبوها. المثل بيقول ايه بقى؟ الدست قال للمغرفه يا سودة يا معجرفه، قالت له كلنا ولاد مطبخ واحد. طيب ما كلنا ولاد مطبخ واحد بقى، يبقى كل واحد يستر على عيوب نفسه، لأنه إذا كان في دولة عندها قواعد ففي دولة عندها مشاكل تانية، وإذا كان في دولة عندها يعني مخزون عظيم من الفضايح ففي دولة تانية عندها مخزون أكبر مش من البترول، من الفضايح برضو. يعني في النهاية أنا بحس أنه الشعوب العربية قطع شطرنج، عساكر شطرنج بتلعب بيها ناس كتير قوي، الإعلام والمفكرين والصحفيين، وكله بيكسب من كله. أنا ما أقدرش أفتي إذا كانت في وحدة عربية ولا لأ، ما أقدرش أفتي أبقى مع ده أو ضد ده، إنما في النهاية أنا عشت ده وعشت ده، وزي حاجة و 80 مليون مصري عشنا حلم اسمه الوحدة العربية فترة، على رأي مصور زميلي هنا قال لي الله يرحمها، وعشنا برضو جفاء عربي منظم. عايز تصدق ان في وحدة عربية؟ صدق. وعايز ما تصدقش ان مفيش وحدة عربية وتشوف المهازل اللي بتحصل دي في الأمة العربية كلها؟ برضو صدق. وتصدق الاتنين مش معناه انك انت مجنون، تصدق الاتنين معناه انك انت حقيقي حقيقي في الوطن العربي.
مواطن عربي عايش في وطن عربي، لأنه إزاي تصدق حاجة وضدها؟ صدق اللي تصدقه، بس في الآخر صدق نفسك. لما تسمع الإعلام بيشتم في دولة عربية ودولة عربية بتقبح لدولة تانية، افتكر المثل ده كويس. الدست قال للمغرفة: يا سودة يا معجرفة. قالت له: كلنا ولاد مطبخ واحد. صباح الخير.